وصلت الآن إلى وادي إنتون أو الفاليد إنتون الذي يقع على فوهة بركان نشط هنا في بنما، وهو مكان مفضل للتنزه واستنشاق الهواء المنعش في هذه الغابة الاستوائية. هيا بنا. وها أنا في حديقة حيوانات فريدة تسمى الإسبيروزو، إذ تحوي حيوانات في موطنها الأصلي، ويتسنى علي المشي بهدوء لمشاهدة الحيوانات البرية كالفراشات المذهلة والضفادع الملونة والذهبية والزواحف النادرة والطيور التي تقضي معظم نهارها في الغناء احتفالا بالأمطار حسب معتقدات السكان الأصليين في هذا البلد. وجميع الزهور التي نشاهد هنا هي زهور استوائية بنمية. مرحبا إدغاردو، كيف حالك؟ أهلا بك ليث، أنا سعيد بلقائك. ما الهدف من هذا المركز أو مركز الأبحاث عن الضفادع الموجود هون في بنما؟ نقوم هنا بتوعية السياح بمشكلة الزواحف في بلدنا التي قد تنقرض قريبا إذا لم نعتني بها. هل بعض هذه الضفادع سامة؟ نعم، بعض تلك الضفادع سامة جدا نظرا لما تأكله من حشرات سامة في غابات بنما. برأيك إدغاردو ممكن نروح وراء نكون قراب من الضفادع ونلمسها؟ هيا بنا. لا يمكن زيارة المكان دون القيام بمغامرة مثيرة، فقررت عبور الوادي من طرف لآخر عبر هذا الكبر المعلق بطول 35 متراً ومشاهدة الشلالات الاستوائية من أعلى. ليث بزاري، العربية، بنما.